الآن. مشاهدينا الكرام، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من ميساد، أهلا بكم. والبداية مع العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ السلطان هيثم بن طارق السعيد لتوليه مقاليد الحكم بسلطنة عمان. قداسة البابا طوادروس الثاني يرأس قداسة تشين كنيسة العذراء مريم بجرجا في إطار زيارته الرعوية لمحافظة سوهاج. ومجلس الشورى الإيراني يعقد اجتماعا مغلقا لبحث ملابسات حادث سقوط الطائرة الأوكرانية. وإليكم التفاصيل. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي شارل ميشيل في أول زيارة له إلى مصر عقب توليه مهام منصبه الجديد كرئيس للمجلس الأوروبي، وذلك بمقر قصر الاتحادية بالقاهرة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس أكد مكانة الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية لمصر. كما أوضح المتحدث أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة المؤسسية بين مصر والاتحاد الأوروبي بأبعادها السياسية والاقتصادية والتنموية، وذلك في ضوء دعم المصالح ومواجهة التحديات المشتركة. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق السعيد بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطانا لعمان. وصرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. وأعرب الرئيس السيسي باسمه وباسم الشعب وحكومة مصر عن أطيب التمنيات بالتوفيق في استكمال جهود البناء ومسيرة التنمية التي حققها السلطان قابوس بن سعيد. كما أكد الرئيس على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، متطلعا إلى مزيد من التعاون القائم بينهما لصالح الشعبين ولخدمة قضايا الأمة العربية، متمنيا لسلطنة عمان وشعبها كل تقدم وسلام وازدهار. ترأس قداسة البابا طوادروس الثاني قداسة تشين كنيسة السيدة العذراء بجرجا، وذلك في إطار زيارة قداسته الرعوية لمحافظة سوهاج. وقام قداسة البابا طوادروس بتدشين مذبح الكنيسة الأولى على اسم السيدة العذراء وأطفال بيت لحم، بينما دشن مذبح الكنيسة الثانية على اسم السيدة العذراء والقديس يوسف النجار. كما تم تدشين أيقونات الكنيستين وحامل الأيقونات. هذا وتستمر زيارة قداسة البابا الرعوية حتى الأربعاء المقبل، ويزور قداسته خلالها الإبراشيات الست بمحافظة سوهاج، وهي سوهاج والمنشا والمراغة وجرجا والبليانة وأخميم وساقلتا وأيضا طمة وطهطا وجهينة. أكد رؤساء اللجان النوعية وعدد من النواب موقف مصر الداعم لليبيا وشعبها والرافض للتدخلات العسكرية الخارجية والداعي للحل السياسي للأزمة الراهنة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال وبحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. ومن جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب وقوف مصر صفا خلف القيادة المصرية الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندة القضية الليبية لمواجهة التدخلات العسكرية التركية. واقتصاديا، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحسن أداء الاقتصاد المصري وتسارع معدلات نموه على مدار العام بإشادة تقارير المؤسسات الدولية. وقد نشر المركز الإعلامي إنفوجرافن أوضح فيه أهم المؤشرات الاقتصادية، والذي أظهر ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.6% في عام 2018-2019،
وذلك مقارنة ب5.3% في العام السابق له. وقد ساهم هذا النمو في زيادة نسبة الاستثمارات العامة والخاصة، وفي المقابل انخفض معدل البطالة. والجدير بالذكر أيضا أن الصحة قد شهدت زيادة إيراداتها لتصل إلى 12 مليار و600 مليون دولار. أكد وزير المالية دكتور محمد معيط أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ما زالت تحظى بإشادات دولية، حيث جاء تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز في تقييمها للاقتصاد المصري ليمنحه شهادة ثقة جديدة تفتح أفاقا للاستثمارات الأجنبية خلال 2020. وأكد معيط في بيان له اليوم التزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ إجراءات الضبط المالي لخفض معدل الدين وفاتورة خدمة الدين، وكذلك الوصول بهما إلى مستويات أقل على نحو مستدام، بما يسهم في ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين. أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم الطراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية وتقديم الدعم لمجهودات الدولة لتعزيز التحول للاقتصاد الرقمي. وأضاف الطراس أن الهيئة تضع كافة إمكاناتها لإنشاء البنية الأساسية المعلوماتية الخاصة بالمنصة الإلكترونية، مشيرا إلى دراسة إنشاء مركز للمعلومات ومقره مصر، حيث يستهدف تحقيق قيمة مضافة للسوق الإفريقي وإطلاق أحدث التقنيات المصممة خصيصا لتمكين التجارة والاقتصاد الرقمي من الازدهار على المستويات المحلية والإقليمية والقارية. وصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي لدى إغلاق تعاملات اليوم مستهل جلسات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.6 مليار جنيه، ويرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.53%، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.73%، وشملت الارتفاعات أيضا المؤشر المئوي الأوصان طاقا بنسبة 0.61%. عقد مجلس الشورى الإيراني اجتماعا مغلقا برئاسة علي اللاريجاني لبحث ملابسات حادث سقوط الطائرة الأوكرانية، وذلك بحضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن وزارته مستعدة لمساعدة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة والتي سقطت جنوب غرب طهران فجر الأربعاء الماضي. وأعلن ظريف أن وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات الإيرانية يشاركون الشعب في حزنه بعد هذه المأساة على حد وصفه، وأنها على استعداد لتقديم أي شكل من أشكال المساعدة لعوائل الضحايا. اعتقلت الشرطة الصومالية عددا من الأشخاص يشتبه في صلتهم بحركة الشباب المتمردة خلال عملية أمنية أجرتها في أجزاء بشمالي العاصمة مقديشيو. وتأتي هذه العملية بعد ساعات من اغتيال مسؤول استخباراتي بارز أمس برصاص مسلحين مجهولين. وقد ذكرت وسائل الإعلام الصومالية أن مسؤول الأمن يعتقدون أن الحركة المسلحة استخدمت المناطق السكنية كقواعد للتحضير للهجمات ثم الاختلاط مع السكان لتنفيذها. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل أحد زعماء حركة طالبان، وذلك في غارة جوية بإقليم قندوز شمال البلاد. وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم استهداف محب الله الذي يحمل الجنسية الباكستانية
بينما كان يقود سيارته في منطقة بإقليم قندوز الشمالية. ومن جانبها لم تعلق حركة طالبان حتى الآن على الغارة الجوية أو على هذا الإعلان من قبل وزارة الدفاع الأفغانية. ورياضيا، يواجه فريق مصر المقاصة نظيره أنبي في 5 مساء على استاد السلام، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 لمسابقة الدوري الممتاز. ويحتل مصر المقاصة المركز 16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، وذلك بعد أن لعب 12 مباراة فاز في مباراتين منها، فيما يحل أنبي بالمركز 9 برصيد 16 نقطة. هذا وطالب جهاز الكرة بالمقاصة لاعبيه بالتركيز على استغلال الفرص أمام المرمى للخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم. وفي تمام 7:30 مساء يلتقي الإسماعيلي طلائع الجيش على استاد الإسماعيلية، وذلك ضمن مباريات البطولة عينيها من مسابقة الدوري الممتاز. ويدخل الإسماعيلي المباراة محتلا المركز 11 برصيد 14 نقطة، فيما يحل طلائع الجيش بالمركز 13 برصيد 11 نقطة. وفي هذه الأثناء يلتقي بورنموث صاحب المركز 18 مع واتفورد صاحب المركز 19، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري الإنجليزي. وأما في 6:30 مساء فيستضيف أستون فيلا مانشستر سيتي، ويحل أستون فيلا بالمركز 17 برصيد 21 نقطة، فيما يحل مانشستر سيتي بالمركز 3 برصيد 44 نقطة. وإلى الأحوال الجوية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا، وأن تصاحبه شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق. وإليكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة والعظمى غدا. القاهرة 11-19، وادي النطرون 10-19، الاسكندرية 11-19، مطروح 7-15، طنطا 10-18، المنصورة 7-21، دمياط 10-17، بورسعيد 10-17، الإسماعيلية 10-19، السويس 11-19، سانت كاترين 2-14، شرم الشيخ 13-23، الغردقة 11-22، المنيا 10-19، أسيوط 5-21، سوهاج 5-18، قنا 5-19، الأقصر 5-22، أسوان 6-23، شلاتين 13-20، وأما حلايب 16-18. نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ السلطان هيثم بن طارق السعيد لتوليه مقاليد الحكم بسلطنة عمان. قداسة البابا توادروس الثاني يرأس قداسة تشين كنيسة العذراء مريم بجرجا في إطار زيارته الرعوية لمحافظة سوهاج. ومجلس الشورى الإيراني يعقد اجتماعا مغلقا لبحث ملابسات حادث سقوط الطائرة الأوكرانية. نهاية النشرة، نشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء في نشرة جديدة.